السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. الوغ الدرس ديال اليوم كما كتشوفوا غادي يكون على واحد الخطا ديال الماكينه. كنتو طلبتوها مني بزاف، شحال من وحده منكم اللي كانت طلبتها مني. دونك اليوم جا الوقت ديالها باش غادي نصاوبوها. داكو، الوغ بالنسبه للخطا باش غادي نغطيو حنا هاد الماكينه كلها، ياك حنا غادي نحاولوا نغطيو الراس ديالها، ياك، ونغطيو كذلك هاد الطبله ديالها. دونك اللي غادي نشوفو دابا غادي نشوفو كيفاش غادي ناخذو العبار بالنسبه لهاد الطبله، كيفاش غادي نديرو ناخذو ليها العبار باش نغشيوها. اما بالنسبه لهاد الراس هذا كما كتشوفي هنايا الراس ديالو، راني ديجا درت لكم في الدرس اللي قبل، كنا درنا داك الغطيوه اللي درناها للكافتيه. الو هذاك الدرس اللي كنا درناه هذاك غادي ينفعكم في بزاف بزاف ديال الادوات اولا ديال لي ماشين اللي يمكن لكم تغطيوهم. راه نفس الطريقه يمكن لك ديريها، يمكن لك تغطي بها الكافتيير كما شفنا، يمكن لك تغطي بها بزاف ديال الادوات اللي تيكونوا عندك في المطبخ، يمكن لك كذلك تغطي بها المدفاه اولا الشوفاج اولا بزاف اللي كانوا يسولوني على الغطيوه ديال الشوفاج الغطيوه ديال دونك هذيك الطريقه نفسها يمكن لك ديريها صافي، غير العبارات والحجم هو اللي غادي يتغير. اما بالنسبه كيفاش تاخذي العبار وكيفاش تخيطي وكيفاش راها اكزاكتومون باري. حتى بالنسبه لهذا الراس هذا راه حتى هو بحال دونك حتى هو راه غادي ناخذ له العبار ديالنا من هنا لهنا، وغادي ناخذ العبار من هنا لهنايا، وغادي ناخذ العبار ديال الطول ديالو. ولا كانت عندنا شي بلاصه اللي كتكون عاليه ولا نمشيو على حسب البلاصه العاليه، وشي بلاصه اللي كتكون هكذا واسعه نمشيو على حسب البلاصه الواسعه، ونصوبوا الخطوه ديالنا ديال الفوق. داكو، اما بالنسبه للخطوه ديال التحت هنايا هي اللي غادي نحاولوا باش نشوفوا اليوم. عرف هاد الطبله هادي ديال الماكينه عندها واحد الطول وعندها كذلك واحد العرض، ياك، ولكن هنايا في الوسط ديالها عندنا هاد الراس ديال الماكينه، ياك. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي ناخذوا العبار بالنسبه لهاد الطبله هادي. هاد الطول هذا غادي ناخذوا من هنايا من الراس، من هاد البلاصه هادي، من هنا، من هذا الراس هنايا، من هنا حتى لهذا الراس هذا، ياك. الوغ انا عبرته من عندي من هنا من هذه الجهه، عبرت من هنا حتى لهنا، لقيت فيه متر وعشرين. فوالا لقيت فيه متر وعشرين، داكو. الوغ غادي نجي هنايا فهاد هنايا ندير لكم واحد لو شيما. ها هو بالنسبه ليا هذه هي الطبله كلها، ياك. الوغ اول عبار خديت هو من هنا حتى لهنا، الوغ لقيت فيه متر وعشرين، داكوغ. هذا العبار الاول. الوغ العبار الثاني اللي غادي ناخذ غادي ناخذو من هنا لهنا، ياك، هو هذا اللي عندي من هنايا حتى لهنا. الوغ عندي 54 سنتيمتر، داكوغ، هو هاد الجهه اللي عندي من هاد البلاصه هادي حتى لهاد البلاصه، حتى من هنا حتى لهنايا هي 54 سنتيمتر. دونك عندي متر وعشرين من هنا حتى لهنا، وعندي 54 سنتيمتر من هنا حتى لهنا. اذا لي غادي يكونوا الماكينات كلهم تقريبا غادي يكونوا هذا هو القياس ديالهم. سينا انتي عبري الماكينه ديالك وخدي العبار اللي عندك، داكو. دونك فوالا، هذا بالنسبه للطول وبالنسبه للعرض. الوغ اشنو عندنا هذا الراس هذا، هذا الراس ملي غادي نبغيو ناخذ له العبار ديالو غادي كما قلت لكم نديرو الطريقه اللي كنا درنا ديجا في الدرس اللي سبق. الوغ هنايا اشنو غادي نجي ناخذ في هذا الراس هذا، غادي ناخذ عندي من هنايا حتى لهنا عندي الراس، ولكن ملي غادي نجي نشوف هاد الجهه هذه اللي عندي هنايا كنلقى بان هذا راه خارج من هنا، راه عندي من هنا حتى لهنا بحال هكذا. الوغ كو من هنا عندي غير من هنا حد لهنا، هذا راه عندي خارج، دونك هذا غادي يدخل ليا مع الراس ديال الماكينه. هذا غادي ناخذو بعين الاعتبار من نبغي نصاوب راس الماكينه. اما بالنسبه للطبله غادي ناخذ انا غير من هنا لهنا، ما غاديش ناخذ من هاد البلاصه حتى لهنايا، داكوغ. دونك تفاهمنا. الوغ هاد العبار هذا اللي خديتو من هنايا من هنا حتى لهنا جاني فيه 12 سنتيمتر، هو هذا اللي عندي من هنا، ها هو هنا من هنايا بحال هكذا حتى لهنا عندي 12 سنتيمتر، داكوغ، عندي من هنا حتى لهنا عندي 12 سنتيمتر.
صافي. دونك هذا العبار الاول اللي عندي هنايا ياك. الوغ عندي عبار الاخر اللي هو غادي يجيني من هاد البلاصه هادي، من هاد البلاصه حتى لهنايا حتى لتحت. دونك غادي يكون عندي من هاد البلاصه هادي اللي عندي انني حطيتها هنايا حتى لهنايا هكا، هو هذا من هنا غادي نبدا. الوغ ملي انايا عبرت من هنا حتى لهنا عندي 50 سنتيمتر داكو. دونك من هنا من هاد البلاصه هادي ها هي حتى لهنا، ها هي هنايا عندي، عندي 50 سنتيمتر داكو. ها هي عندي هنايا 50 سنتيمتر صافي. دونك انا خديت هاد العبار، هاد العبار باقي لي ناخذ هاد العبار اللي عندي من هنا وناخذ هاد العبار اللي عندي من هنايا. الوغ هاد العبار اللي عندي من هنا هو اللي غادي يكون عندي من هاد البلاصه هادي ديال الراس ديال الماكينه، ها هو عندي من هاد الراس حتى لهنا الاخر. الوغ هنايا ملي عبرتو كنعبر بحال هكذا لقى فيه بان عندي 12 سنتيمتر. دونك من هنا حتى لهنا عندي 12 سنتيمتر ياك. ومن هنا لهنا هاد العبار هذا غادي نجي غادي ناخذو فهاد البلاصه هادي هنا ياك، غادي ناخذو من هنا من الراس، الراس ديال الطبله حتى للراس ديال هاد الحديده اللي عندي هنايا داكو. حيت هاد الشيء هذا دابا غادي يكون داخل ليا في الراس ديال الماكينه. دونك انا حدي غادي ناخذ حد هنايا. الوغ هاد العبار من هنا حتى لهنا لقيت فيه حتى هو 12 سنتيمتر. دونك ها هو عندي من هنا بحال هكذا حتى لهنا 12 سنتيمتر. فوالا 12 سنتيمتر صافي. دونك هي الطبله ديالي هي هذه، هي هذه الطبله ديالي ها هي بحال هكذا. ها انت كما كتشوفي كلها هنا عندي متر و20 على 54 كلها، وعندي هذا الوسطاني هذا اللي هو من هنا لهنا عندي 50، من هنا لهنا عندي 12، ومن هنا ومن هنا عندي 12 سنتيمتر بحال بحال داكو. دونك هذه البلاصه هذه هي اللي غادي تكون عندي هنا فهاد لا باز ديال الراس ديال الماكينه ياك. الوغ هاد البلاصه هادي ما خصهاش تكون مغلفه، خصها تكون تبقى ليا هنا الفلوس تبقى ليا عريانه. الوغ اللي غادي يتغلف وهو هذا، هاد الشيء هذا وهاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه، هاد هما اللي غادي يتغلفوا. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نطبقوا هاد العبارات هادو على الثوب. هنايا عندي هاد الطبله هادي فيها متر و20 على 54 سنتيمتر ياك. الوغ انايا ملي غادي نفصل في الثوب ما غاديش نفصل بالضبط هاد العبار هذا، غادي ناخذ بعين الاعتبار ان هنايا غادي تكون عندي الخياطه من هنا لهنايا، من هنا لهنا غادي يكون عندي خياطه ياك، ومن هنا لهنا عاوتاني غادي تكون عندي خياطه من هنا لهنا ومن لهيا داكو. دونك انا غادي نحاول باش ناخذ ناخذ واحد 4 سنتيمتر زايده، سنتيم سنتيم ديال الخياطه، ونزيد واحد جوج سنتيمتر غير باش باش تكون عندي اون سوبليس في ملي نحط الغطاء على الطبله داكو. دونك هنايا غادي نزيد واحد 4 سنتيمتر من هنا، ومن هنايا نزيد 4 سنتيمتر. دونك هنا غادي ندير متر و24، وهنايا غادي ندير 58 سنتيمتر داكو. دونك داكشي اللي غادي ندير نفصلو في الثوب ونرجع. دونك على هاد العبارات هادو اللي خديناهم هنايا انا مشيت وفصلت طرف ديال الثوب، فصلت جوج ديال الطراف، فصلت واحد الطرف اللي غادي نديرو في الوجه اللي هو هذا ها هو، وفصلت كذلك واحد الطرف اللي غادي نديرو في الظهر. الوغ بالنسبه للوجه غادي ناخذ الثوب اللي الثوب اللي يكون مزيان واللي غادي يعجبني اللي غادي نبغيه يكون لي في الوجه. اما في الظهر ندير الطرف اللي كان، اما نديرو غير بوبلين عادي ولا ندير البيضاويه ولا ندير غير شي طرف ديال الثوب كما كان، غادي يكون غير في الظهر، غادي يكون غير بحال التبطين ديال هاد الوجه هذا داكو. دونك هادشي اللي درت. الوغ انا فصلت هنايا على حسب هاد العبارات اللي عندي هنايا، راني زدت جوج، زدت هنايا 4 ديال السنتيم، وزدت هنايا عاوتاني هنايا 4 سنتيم، وفصلت طرف ديال الثوب اللي عندي فيه متر و24 في الطول، وفي العرض عندي فيه 58 داكو. هو هذا اللي فصلت منه الوجه وفصلت منه الظهر صافي. الوغ هنايا غادي نجي وغادي نحط
الثوب اللي عندي هنايا، هنا غادي يكون عندي الوجه، هنا غادي يكون عندي الوجه ديال هذا الظهر هذا، وهنا غادي يكون عندي الوجه. دونك حطيت الوجه على الوجه ديال الثوب بحال هكا بجوج ياك، وحاولت باش نلصقهم مع بعضهم. صافي لصقتهم غير بلي زيبانغ بحال هكذا، لصقتهم مع بعضهم بحال هكذا. صافي دونك دابا شنو غادي نجي، غادي نجي وغادي نرسم عليهم هاد القضيه هذه اللي عندي هنايا. داكو الوغ هذا عندي عندي محطوط بحال هكذا، ها هو كما كتشوفي. الوغ اشنو غادي نجي دابا هنايا في هاد الطرف، راه عندي هو هكا راه طويل، راه بهاد بحال هكذا راه هكا طويل. الوغ من هنا حتى لهنا غادي نجي وغادي نعبر، من هنا حتى لهنا نعبر هذا القياس اللي عندي هنا اللي هو 12 سنتيمتر، وغادي نزيد عليه جوج ديال السنتيمتر اللي انا راني زدتها، هي اللي من هنا لهنا. دونك من هنا حتى لهنا غادي نعبر 14 سنتيمتر ياك. دونك غادي نجي وغادي نعبر من هنا حتى لهنايا، غادي نعبر 14 سنتيمتر، وغادي نجي وغادي نماركي هنا بحال هكذا ياك. الوغ من هنايا لتحت ها انت كما كتشوفي هنايا، من هنا حتى لهنا غادي نجي وغادي نعبر 52 سنتيمتر، حيت عندي 50 سنتيمتر و2 سنتيم اللي انا زايدها في الثوب. دونك غادي نجي وغادي نعبر من هنايا من لتحت حتى لهنايا، غادي نجي وغادي نعبر 52 سنتيمتر حتى لهنا. هيا عندي دونك انا كونت هاد لونغل هذا اللي عندي هنايا. دونك من هنا لهنا عندي 52، ومن هنا لهنا راه عندي 14 سنتيمتر ياك. الوغ نفس الطريقه اللي درتها هنايا نديرها في هذا القنيت الاخر، ها هو هنايا عاوتاني عندي نفس الطريقه، عندي من هنا وهنا ها هو درت ان نونكل ياك، وعندي كذلك هنايا هنا الفوق. الوغ من هنا لهنا عندي 14 سنتيمتر، ومن هنا لهنا كذلك غتكون عندي 14 سنتيمتر صافي. وغادي نكون هاد لونغ اللي عندي هنايا، ونفس القضيه غادي نجي وغادي نديرها هنا هكا. دونك انا خديت الطرف كبير باش غادي نسرحو كله يبان لك، ما غاديش يبان داكشي باش انا راني وجدته وراني كنوري لك غير لي زونغ اللي انا دابا راني خدامه فيهم صافي. دونك الوغ ملي انني وجدت هاد لي زونغ هادو اللي عندي، دابا اللي بقى لي غير نتخاصم ما بين هذا وهذا. دونك غادي ناخذ انايا مسطره ناخذ المسطره وغادي نتخاصي هاد الوسط اللي عندي هنايا. فوالا هنايا من هنا حتى لهنايا غادي ندوز عليه نتخاصي كله حتى لهنا، ونتخاصي عاوتاني من هنايا حتى لتحت نمشي، ونتخاصي عاوتاني هاد الجهه الاخرى ونتخاصي لتحت. دونك غادي يولي ليا هاد المربع هذا اللي عندي هنايا، ماشي مربع هو هو ان ريكتانغ اللي عندي هنايا فوالا. داكوغ هذا هو اللي غادي يولي عندي في الوسط. الوغ هذا اللي عندي في الوسط الى عبرناه غادي نلقى فيه بان عندي فين هو الستيلو، ها هو الستيلو. الوغ غادي نلقى بان راه عندي من هنا من هنايا من هنا حتى لهنا غادي نلقى عندي 30 سنتيمتر هنا، هيا من هنا حتى لهنا غادي نلقى 30 سنتيمتر من هنايا حتى لهنا، ومن هنايا حتى لهنايا غادي نلقى عندي 58 سنتيمتر. دونك عندي في هذا المربع اللي لداخل عندي فيه 30 سنتيمتر على 58 سنتيمتر هذا الوسطاني ياك. علاش عندي هذه القضيه هذه؟ حيت انا هنايا الا زدت هاد 30 سنتيمتر نزيد عليها 12 من هنا و12 من هنا غادي نخرج في هذا العبار اللي عندي هنا، وهنا عاوتاني في هذه الجهه الا زدت 58 على 50 على 12 سنتيمتر غادي نخرج في هذا العبار اللي عندي هنايا. داكوغ دونك فوالا هذا غير قضيه عبار وصافي. دابا ملي غادي تطبقي وغادي تبداي تخدمي هنا غادي يبان لك صافي. دونك فوالا الوغ دابا اشنو اللي عندي؟ غادي كيما قلت لك غادي نولي غادي نتراسي هاد لو ريكتانغ اللي عندي في الوسط. دونك انا تراسيت لو ريكتانغ اللي عندي في الوسط هنايا
هاد لو ريكتانغل اللي فيه اللي عندي فيه 30 سنتيمتر على 58 سنتيمتر، ها هو عندي في الوسط كله هنايا ياك. الوغ دابا اشنو اللي غادي نجي ندير؟ غادي نجي وغادي ندوز عليه خياطه. هاد لو تراساج اللي درتو، هاد التراسي اللي عندي هنايا، غادي نجي وندوز عليه خياطه. دونك انا ندوز الخياطه ديالي. الوغ دابا اشنو اللي بقى ليا؟ بقى ليا غادي نجي وغادي نحيد هاد لو ريكتانغل الوسطاني، غادي نقطعو نحيدو داكو. الوغ باش غادي نحيدو، غادي نجي وغادي نخلي من هنا حتى لهنا واحد سنتيمتر، نعبر من هنا حتى لهنا واحد 1 سنتيمتر ونبدا نقطع داكو. دونك انايا غادي نحاول نديرو بالعبار في الاول بحال هكذا ياك. ناخذ واحد 1 سنتيمتر عندي هنايا هانتي، وناخذ الطروفا بجوجهم، التوابات اللي عندي بجوجهم، نجي هنا ونقطع، نبدا واحد التقطيعه هنا فوالا ياك، ونمشي نكمل عليها، نمشي وانا كنقطع الخياطه عندي هنا، وانا راني مخليه واحد 1 سنتيمتر لداخل داكو. دونك انا غادي نمشي وغادي نقطع بحال هكذا على لو ريكتانغل كله. دونك انا قطعت هاد الطرف الوسطاني هانتيا، انا قطعته ها هو ياك. دونك ها هو انا حيدته هذا الطرف الوسطاني، وبقى لي الغلاف ديال الطبله ديالي ها هو هذا ياك. الوغ هاد الطرف هذا انا اللي حيدته، ما غاديش يضيع ليا، ها هو الطرف راهني الطرف كبير، هذا هو اللي غادي نخدمه باش نصوب الراس ديال الماكينه ديالي، باش نصوب القطيوه ديال الراس داكو. دونك هذا نخليه على جهه صافي. الوغ هنايا اشنو اللي غادي يبقى ليا ما ندير؟ هنايا هو عندي كما كتشوفي. الوغ هنا غادي نجي وغادي نجي في هاد البليسات ديال القنت هنا، ونحاول باش نقطع بحال هكذا القنيتات، هاد القنيتات اللي عندي هنايا نحاول باش نقطعهم هكذا، ونقطع عاوتاني هاد القنيت اللي عندي هنايا، القنيتات بربعه بهم نقطعهم بحال هكا فوالا ياك. الوغ نجي نحيد هاد الفنيتات اللي عندي هنايا كلهم، لان قابطه بهم، كنت قابطه باش ما يهربليش الوجه على الظهر. الوغ كنحاول دائما نقبط بالفنيتات ولا مقبطات ولا باش ما كان عندي، المهم باش يبقاو راسي ليا بجوجهم صافي. الوغ اون فوا حيدت انايا كاع لي زيبانغ اللي عندي هنايا، شنو اللي غادي نجي ندير؟ شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نجي وغادي نقبط هاد الوجه. الوغ باقي لي فنيتات اخرين هنايا فوالا هكا. الوغ دابا شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي وغادي نقبط هاد الوجه اللي عندي هنا، وغادي نخشيه لداخل فوالا، هاد الداخل هنايا ها هو الوجه، غادي نخشيه لداخل هنايا شي. دابا ملي كنخدم ببياسه كبيره كتجي شويه معذبه، ما تيبان لكمش كلشي، ولكن داكشي باش كنحاول دائما نبغي ندير لكم بياسات صغار، ولكن هنايا اضطريت حيت الماكينه فوالا. دونك كنولي نديرو بحال هكذا ياك. الوغ كنقلب على الجهه الاخرى، وغادي تيرجع ليا الوجه هنا. الوغ هاد البلاصه هادي اللي درت ليها داك الكرانت هنايا اللي انا قطعت في هاد القنيت هادو هكذا، باش القنيت يخرج لي مزيان، وهاد القنيت حتى هو باش يخرج ليا بحال هكذا مزيان صافي فوالا. ورجعت ليا هاد البلاصه هادي فيني صافي. دونك هاد الشيء اللي درتو هنايا ها هو من هنا، ومن هنايا الجنيبات الاخرين كلهم فوالا هنايا، وخرج ليا هذا هو، هذه هي القطيوه ديال الطبله ديالي ياك. الوغ دابا شنو اللي بقى ليا؟ بقى ليا نمشي غير ندوز ليها حديده ياك، ونرجع. دونك انا دوزت حديده هنايا لهداك دوك الجنيبات كلهم، شتي هنا كلشي دوزت حديده، وهاد الحديده انا كندوزها غير باش كتعاونني في الخياطه، حيت دابا هنايا اش اللي خصني ندير؟ غادي نجي وغادي نجي هنايا في هاد الحرف كله اللي عندي على هاد الريكتانغل هذا كله، غادي نجي وغادي ندوز خياطه هنايا بحال هكذا واحد 1 سنتيمتر، وندوز واحد الخياطه. دونك انا بعد ما دوزت هاد الخياطه على هاد المستطيل هذا كله ياك،
انا حصلت على الفريش ديالي ديال الطبله ديال الماكينه. الوغ دابا ما بقى ليا غير نلبسها. دونك انا غادي نلبس هاد الطبله هادي. فهلا غادي يجيني هاد المستطيل غادي يجيني هنايا بحال هكذا هنا داير عليه. دونك غادي يقبط ليا الراس ديال الماكينه كلها. فهلا غادي تجيني الخطيوه بحال هكذا على الطبله ياك، ومليها عاوتاني من هذيك الجهه حتى هي راها ملبوسه كلها صافي. دونك جاتني اعبار، ها هي جاتني، جاني القياس هو هذاك صافي. انا دابا انا غادي نشوف كيفاش جا داير. فوالا هنايا. الوغ بالنسبه لهاد البلاصه هادي كما كتشوفي هنايا، عندي هاد العصيوه هادي اللي هنا، هنا كتشوفيها فوالا. الوغ عندي هاد العصيوه هادي اللي عندي هنايا، هادي يمكن ليها تحيد، راه عندها اون فيس هنايا ياك، يمكن لينا نحيد واحد البولون عندنا من التحت ونهزها ونحط عليها، نحط هاد الغطيوه ديالي ونقدر ندير لها غير واحد التقيبه بحال هكذا ونولي نخشيها صافي. دونك فوالا. الوغ هادي هي الطبله ديالي، ها هي كما شفتيها كلها، نوريها لك كلها ياك. الوغ دابا اشنو اللي بقى ليا؟ دابا ما غاديش نخليها هكذا، غادي نجي وغادي نجي هنايا هنا وغادي نحاول باش ندير واحد الفرفار هنا لتحت ياك. اما نديرو مسرح ما نديرش فيه لي بلي ياك، ونديرو من هنايا حتى للارض الا بغيت ياك. دونك نقدر نهبط من هنا هاد البلاصه هادي حتى للارض. الوغ نعبر من هنا حتى للارض وناخذ القياس ديالي ياك، وندير هاد الفرفار هذا. واما نديرو انا غير من هنايا غير شويه، ما نهبطوش حتى لتحت. الوغ شنو اللي غادي ندير انايا؟ ما غاديش ناخذ انا واحد لو فولوني نازل حتى لتحت، ما عنديلاش تنشوف بانني ما عنديلاش نغطي انا الماكينه ديالي كلها ياك. الوغ انا هنايا غادي ناخذ انايا واحد الفولو اللي فيه من هنا لهنا في العرض، غادي ناخذ فيه انايا 30 سنتيمتر. فوالا انا خديت فيه 30 سنتيمتر في العرض ياك، والطول ديالو على حساب الدارة اللي عندي انايا ديال الماكينه ديالي صافي. الوغ هاد لو فولون هذا شنو جيت انا درت له هنايا لتحت، جيت هنايا لتحت ودرت له واحد التكفيفه واحد العطيفه، كنت نقدر ندوز له بيه مثلا اولا. انا جيت هنايا درت له هاد التكفيفه هادي، علاش؟ حيت انا بغيت باش نحط عليه واحد لا دونتيل من بعد تنسالي غادي ندير عليه اون دونتيل بحال هكذا. فوالا غادي نجي فوق هاد التكفيفه هادي وندير عليه اون دونتيل غير باش نشيكو شي شويه بحال هكا. سواء ندير هكا اون دونتيل عريضه هكا في لو نوار، اولا ندير اون دونتيل بحال هكذا في لو بلون هكذا، ونديرها صغيره، اون دونتيل تكون صغيره تكون تجيني غير من الفوق بحال هكا. دونك انا والاختيار ديالي، ولا نخليها غير هكا الا بغيت نخليها غير سامبل نخليها غير سامبل صافي. دونك هادشي اللي غادي ندير. وهنايا الوغ كيفاش غادي نجي نركب هاد الفرفار؟ غادي نركبو ما بين هاد جوج ديال الطريفات اللي عندي هنا. عندي هاد الظهر اللي عندي هو هاد الغلاف اللي عندي، وهذا خلاص الوجه. الوغ بيناتهم غادي نطوي هذا طويه بحال هكا ديال واحد السنتيمتر، وهذا كذلك نطوي ديال الطويه ديال 1 سنتيمتر. الوغ يجي بيناتهم هنايا، غادي نجي وغادي نلصق هاد لو فولون ديالي، نجي ونلصقو هنا بيناتهم صافي. دونك انا هاد لو فولون هذا غادي نديرو غير مسرح، غادي نجي ونديرو. نقدر نديرو بلي بلي الا بغيت، وكان عندي التوب بزاف نقدر نديرو بلي بلي. كتجي هنايا واحد كتجي عاوتاني مشي، كيجي واحد المنظر ديالو عاوتاني اخر صافي. دونك فوالا انا دابا غادي نلصق هاد الفرفار، غادي نلصقو مع هاد اللبسه هادي، ونشوفو النتيجه كيفاش غادي تجي دايره. دونك ها هو الغطا ديال الطبله ديالي كيفاش جا داير. دونك انايا هنايا لتحت انا درت له هاد لا دونتيل هادي هنايا ياك. وهنا بالنسبه لهاد البلاصه هادي كما قلت لك، انا راه تقبت لي هذيك البليصه هنايا، وليت ركبت هاد العصيوه هادي. دونك هي كتجي اللبسه كلها. دونك هادي راه اللبسه ديال الطبله ياك. الوغ بالنسبه للراس انا ما يمكنليش نديرو دابا، راه الدرس جاني طويل. بالنسبه للراس راه حنا ديجا درنا راه وريت لكم كيفاش نديرو له
داكو. دونك اون فوا تصاوبو تخدمو الراس غادي يمكن لك تلبسي الراس وغادي يجيك ملقي يجيك حد هنايا مع هاد مع هاد الشيء هذا هنا. الوغ باش تلصقيه مع هذا يمكن لك تلصقيه غير دي روبون ديريه في داك في الراس وروبون هنايا وتشديهم شتي يمكن لك تشديه يمكن لك غير الا كانت اللبسه معنا غادي يكون واسع شويه غادي غير تجي وتحطيه من الفوق وصافي. وهذه راه شاده راسها راه لابسه كلها راه ملبوسه عليها. دونك الدرس ديال اليوم كان هو هذا. الوغ اليوم يلا صوبنا الغطيوه ديال الطبله ديال الماكينه. بالنسبه للراس راني ما صوبته لكمش ضيق الوقت و ميم طون راني ديجا درت لكم الدرس اللي سبق على الغطاء ديال الماكينه ديال القهوه. وهذيك نفس هذيك الطريقه هذيك يمكن لنا نطبقوها على الراس ديال الماكينه. داكوغ دونك فوالا. الوغ اللي ما شافتش الدرس تمشي تشوفوا باش يمكن ليها تصاوب الغطيوه ديال الراس وباش كوم سا يكون ليها لونسومبل كومبلي. داكوغ الوغ نتمنى على الله ان هذه الطريقه تكون عجبتكم وان هذه لا فيديو تكون عجبتكم. الوغ الا عجبتكم حاولوا باش ديروا ليا لايك واللي باقي ما شاركش معايا في القناه يحاول باش يدير ابوني ويوتع على زر ناقص باش يوصلوا الجديد ومرحبا بالجميع. الوغ ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في درس مقبل فيديو جديد. السلام عليكم.